طيب انت دلوقتي وانت جاي اصريت انك تركب عربية بشكل معين بحاجات معينة، وقلت انا لا يمكن اجي في اتوبيس او ميكروباص، الكلام ده مظبوط؟ الحقيقة يعني انا معذور. انت معقد من الاتوبيسات قوي. لا لا لا، معقد وعندي عقد مركبة. صحيح. ليه؟ اكيد شفت فيها بلاوي. بص، انا مسألة الاتوبيسات والميكروباصات دي شفت فيها العجب العجاب، يعني شفت فيها اغرب الاشياء اللي ممكن تحصل. طب هقول لك، راكب انا ميكروباص مره، ايوه، فلقيت مطرب صايص كده مشغلينه. صايص؟ مطرب نص سوا كده، عمال يقول لك كده كده لا. فانا سالت الواد المنادي، قلت له ولا اللي بيغني ده بنت ولا ولد ربنا ما وفقوش؟ ويا ريت كان اتقطع لساني قبل ما اساله. بدا يشرح لي، بص انا فاهم عليك حاجه، لا هو اصلا واد. خد بالك بقى، هو بيكلمني وبياكل في كيس كشري، فكل الحروف طالعه بالفوائد. واخد بالك؟ هو اصل الميكروفون بيغير الصوت طبعا، كل الحروف طالعه بالربا وانا قدامه. واخد بالك من الفكره دي؟ احط ايدي هنا الكشري يجي هنا، احطها هنا الكشري يجي هنا. والله على ما حكى لي الحكايه وفاجئني ان هو كمان بيغني، ايوه، كان عمل لي فول ميك اب. والله العظيم عمل لي فول ميك اب. قلت له ولا ما خلاص انا فهمت ده موقف. موقف تاني، ايوه، انا راكب اتوبيس زحمه شايل ايدي النشال من جيبي مرتين. اول مره شلتها وسبتها له. كنت رايح المعرض، رايح معرض الكتب اشتري يعني. تاني مره شلتها، تالت مره قلت له بعدين عيب بقى خلاص يعني، مش قلت لك ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص رغم ده كله مره واحده ثلاث محاولات. اول مصح رغم ده كله اتنشلت في ميكروباص ما فيهوش الا ثلاثه، انا واحد فيهم. والله العظيم لابس الجلابيه والجلابيه واسعه، وسمعت حاجه بتتهز، قلت يبقى الهواء بتاع الصيف حلو خليه. اتاري واحد بيسرقني. لا، بس واحد بيسرقني. عندك حق فعلا. لا لا، صعب صعب.